الوزاره وسياده الوزير بداناها في اكتوبر ودلوقتي بقى في العاصمه وفي نادي شيراتون. الحمد لله تم افتتاح تجربه في شهر سبتمبر اللي فات. تعاقدنا مع اكاديميات كبيره جدا على اعلى مستوى. عندنا صاله جمباز كبيره جدا كان لازم نستفاد منها، كان لازم نعمل تعاون مع الاتحاد يقدر يفرشها لنا وبالاجهزه، اجهزه هتعدى 25 مليون جنيه هيقدر يشغلها لنا، يقدر من الصيانه. بالتالي يعني مفيش حاجه افضل من الاتحاد ان انا اجيبه واوقع معاه البروتوكول ده عشان اقدر احقق الهدف منه. والمكان هناك محتاج فعلا الصاله، مكان متميز جدا والاقبال هيبقى عليها كبير جدا. تبقى الصاله من اكبر الصالات والجمباز ان شاء الله في مصر اللي هتقدر تخرج لنا ابطال محتاجينهم في الفتره الجايه ان شاء الله. الحقيقه البروتوكول النهارده ده اول مره يحصل تعاون ما بين الاتحاد المصري للجمباز وان احنا نمضي بروتوكول بهذا الشكل بالتعاون المشترك ما بين الاتحاد والوزاره. طبعا الوزاره بتقدم دعم كبير جدا للاتحادات واتحادات الدوله، فاحنا النهارده بنرد دور من دورنا ان احنا نبدا نرد من خلال الدعم اللي تم من الاتحاد الافريقي، خلال السبونسرشيب اللي موجوده من الشركه الصينيه اللي موجوده معانا، اللي قدمت طقمين اجهزه للفني رجال والفني انسات للاتحاد المصري للجمباز خلال فعاليات البطوله الافريقيه، واللي جبنا منها الاجهزه دي وحصل اتفاق مع معالي وزير الشباب والرياضه ان احنا ندعم ونفرش الصاله اللي موجوده في نادي شيراتون بأحدث الأجهزة والإمكانيات اللي موجودة عندنا.